بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أبناء الأعزاء تلاميذ الجذوع المشتركة العلمية والجميع المسالك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا وأن يرفع عنا هذا الوباء آجلا غير آجل. فنبدأ إن شاء الله بتقديم درس جديد في إطار عملية التعليم عن بعد، معكم الأستاذ حفيظ بخومي الثانوي التأهيلي بن بطوطة، المديرية الإقليمية العيون للأكاديمية الجهوية العيون الساقية الحمراء. فنبدأ بحول الله درسنا في مدخل التزكية من مكون العقيدة، ودرسنا إن شاء الله سيكون عن علم الله المطلق، علم الله سبحانه وتعالى. فكما جرت العادة وكما تعلمون دائما، نبدأ إن شاء الله في كل درس بدراسة وضعية إشكالية نتدارس من خلالها موضوعنا ونطرح التساؤلات التي سوف نجيب عنها إن شاء الله خلال تحليلنا لمحاور الدرس بإذن الله. فننطلق في دراسة الوضعية بإذن الله ونقرأ. يتساءل بعض الشاكين في علم الله تعالى وإحاطته بمخلوقاته في السماء والبحار والأرض وباطنها، وكيف يحيط بهم جميعا في لحظة واحدة. وأنتم تعلمون حملة التشكيك اليوم في زماننا هذا التي ينهجها بعض الملاحدة لتشكيك أبنائنا وشبابنا في الله سبحانه وتعالى، انطلاقا من التشكيك في الجزئيات، بدءا في التشكيك في علم الله وأفعاله، للوصول إلى التشكيك في وجوده سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، الآية من سورة الطلاق الآية 12. فالتساؤل الذي يجب أن تجتهد فيه ابن العزيز، أن تعمل على إقناع هؤلاء الذين يشككون في الله سبحانه وتعالى، انطلاقا من التشكيك في علمه سبحانه وتعالى. فكما جرت العادة، نحدد الإشكالية التي يتطرق إليها هذا الدرس، ثم أنتم مطالبون بعد ذلك بصياغة فرضيات، وأنتم تعلمون أنها تكون عبارة عن إجابات تحتمل الصواب وقد تحتمل الخطأ. فنمر، نتجاوز هذه المرحلة نظرا لضيق الوقت ومما يقتضيه الأمر، لترك المجال لكم لمتابعة دروس في مواد أخرى بإذن الله. فندرس النصوص المؤطرة لهذا الدرس. ننطلق من نصين قرآنيين عظيمين يتعلقان بموضوع درسنا، وهو علم الله سبحانه وتعالى. النص الأول قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. آية دالة شاملة تدل على علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، ما يعزب عن علم الله من شيء أبدا. وهذا تأخذ منه ابن العزيز أنك إذا أسررت شيئا في صدرك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلمه. النص الثاني قال تعالى: وإن الله عنده علم الساعة، ويعلم وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إذن هذين النصين يدخلان في صميم موضوعنا اليوم، وهو علم الله سبحانه وتعالى. فكما عادتنا دائما، نشتغل على هذين الدرسين النصين بالدراسة من خلال شرح بعض الألفاظ وتحديد معاني المتضمنة داخل هذين النصين. نبدأ أولا بشرح الألفاظ التي وردت في هذا النص
وربما قد تحتمل غموضا أو لبسا لديكم. نبدأ بقوله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب. فمعنى مفاتيح أي خزائنه سبحانه وتعالى التي لا يحيط بها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا في النص الأول: إلا هو يعلم ما في البر والبحر. وباقي الألفاظ أظنها واضحة، لا تحتاج إلى توضيح. ثم في النص الثاني ذكر الله سبحانه وتعالى أن قال: إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة يوم القيامة، هذا لا يعلمه أحد. من ادعى أنه يعلمه فهذا كاذب، وقد تكاثرت الأخبار في هذا، من يدعي أنه سيذكر آخر الزمان. ونحن نثق في الله سبحانه وتعالى وما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر لا يعلمه، بل عندنا من حديث جبريل عليه السلام أنه لما جاءه جبريل يسأله قائلا: أخبرني عن الساعة، كان جوابه صلى الله عليه وسلم: ما السائل بأعلم من المسؤول. فلا أحد يعلمها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا أحد يعلم علم الساعة ومتى تكون إلا الله. فهذا مما استأثر الله سبحانه وتعالى به من العلم. قال: وينزل الغيث، المطر. الله سبحانه وتعالى هو من ينزله. أما ما يدور في الأخبار من دورة الماء التي تدرسونها في مواد الفيزياء والاجتماعيات من تبخر البحار وتصاعد الغيوم ودفعها بالرياح، هذه من الأسباب الكونية التي جعلها الله في هذا الكون. حينما نقول تبخر البحار، من الذي أوجد هذه البحار؟ والذي سبب في وجود هذه الشمس تبخرها؟ وكذلك الرياح التي تدفعها، هذه كلها أسباب كونية جعلها الله في هذا الكون لتستقيم حياة الإنسان، خاصة أن نعلم أن هذا الكون مسخر للإنسان. ثم عندنا أيضا قوله تعالى: ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ماذا تكسب؟ أي ما تحصله من الخير أو الشر. فالله سبحانه وتعالى أعلم به من غيره. فبذلك نكون قد شرحنا بعض الألفاظ الداء التي ربما تحتمل إشكالا أو لبسا لديكم. بعد ذلك نمر إلى تحديد مضامين هذين النصين. فالنص الأول: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أينما سقطت ورقة في السماء، في الأرض، في أي بلد على وجه الأرض إلا ويعلم الله سبحانه وتعالى عن حالها. كل ذلك في كتاب لا يغيب عن الله سبحانه وتعالى. فهذا النص نرى أنه قد تنوعت فيه الأمثلة الدالة على سعة علم الله سبحانه وتعالى. فنذكر المضمون هنا: تنوع الأمثلة على سعة علم الله المطلق. في النص الثاني: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. في هذا النص تظهر لنا خمس غيبيات لا يعلمها إلا الله، وهي مما استأثر الله بعلمها ولم يطلع عليها أحدا من خلقه سبحانه وتعالى. في هذا الدرس فنبدأ بالمحور الأول الذي يتعلق بمفهوم علم الله المطلق والأدلة الدالة على هذا العلم. أولا: ألف، مفهوم علم الله المطلق. العلم، قال أهل العلم في تفسيره في بيان معناه، أنه هو إدراك الشيء على حقيقته. فإدراك الشيء على الحقيقة هذا يقال له علم. وقد زاد بعض العلم في تفصيل ذلك فقالوا أن العلم هو ما كان بالدليل، هو إدراك الحقيقة بالدليل. لذلك كل من يأتي بمفاهيم يعتقد أنها تدخل في معنى العلم، إذا لم يأتي بدليل على ذلك يبقى ذلك المفهوم نظرية. وإلى اليوم ما زالت بعض النظريات لم يستطع العلم تحديد معانيها وإيجاد الأدلة على حقيقتها، فيبقى ذلك نظرية. فإذا أحضرت الدليل كان ذلك يسمى علما. فلذلك قالوا في تفسير معنى العلم أنه إدراك الشيء على الحقيقة، فلا بد من الدليل. والمطلق هو ما كان واسعا غير مقيد،
هذا معنى المطلق. وبالتالي يكون مفهوم علم الله المطلق هو العلم الذي استأثر الله به بعلمه فلم يطلع عليه أحد من خلقه. أي إذا وجد علم لا يعلم أحد من المخلوقين دل ذلك على أن هذا من علم الله الذي استأثر به فهو علمه المطلق. ثم نمر بعد ذلك إلى إيراد الأمثلة والأدلة الدالة على هذا المعنى، لأننا قلنا نحن في صدد تحديد علم الله المطلق، فلنستدل على هذا المعنى نحن أيضا سوف نورد مجموعة من الأدلة الدالة على علم الله سبحانه وتعالى. نبدأ كعادتنا، وأنتم تعلمون ذلك أبنائي الأعزاء، أننا وكمسلمين ننطلق من أدلة نقلية، أي نرجع إلى كتبنا ومراجعنا المعتمدة. وأول مرجع نعتمده كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذا أول دليل على علم الله سبحانه وتعالى المطلق. وقوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لأن الله قد استأثر ببعض بكثير من الغيب لا يعلمه إلا الله. وتذكرون في قصة الخضر عليه السلام مع سيدنا موسى حينما ادعى رسول الله موسى عليه السلام أنه عنده علم، لأنه لما سأله ذلك الرجل قائلا يا موسى، لما انبهر الرجل بعلم موسى عليه السلام قائلا يا موسى هل استفسر، هل هناك شخص أو رجل يعلم مثل علمك؟ فموسى عليه السلام لم ينتبه وقال لا، لأنه كان يقصد بذلك لا يوجد رسول في زمانه عنده من العلم. فعاتبه الله سبحانه وتعالى، وهذا تعلمونه لما درستم الشطرة الرابع والخامس من سورة الكهف، عاتبه الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر لأنه كان يجب عليه أن يقول لا أعلم. فلذلك أخبره الله سبحانه وتعالى بوجود شخص عنده من العلم ما ليس عند سيدنا موسى، وكان هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. والقصة معروفة لديكم كيف أنه سأل الله أن يجعله يلتقي بهذا الرجل، فأخبره الله بأخذ ذلك الحوت، وأنتم تعرفوا القصة. فشاهد عندنا في إدراج خبر الخضر عليه السلام أنه لما ركب في السفينة جاء في الأثر أنهما رأيا طيرا ينقر من البحر، فقال الخضر لموسى عليه السلام: أرأيت هذا العصفور كيف نقر من هذا البحر؟ إن علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقر هذا العصفور من بحر الله سبحانه وتعالى. وأيضا عندنا دليل آخر، قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوجة رسول الله وأحب الناس إلى رسول الله ولا يطعن فيها إلا خازن هالك. قالت رضي الله عنها: من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قالت قول الله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هذا فيما يتعلق بالأدلة النقلية، أي التي نستقيها ونستخلصها من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمر أيضا إلى الأدلة العقلية الدالة على علم الله المطلق. فمن المستحيل إيجاد أشياء مع الجهل، لا يمكن أن نوجد أشياء ونحن نجهلها. لا يمكن تسأل شخصا صنع تلفازا أو تسأله هل تعلم محتوياته وكيف يشتغل يقول لك أنا أجهل، هذا يستحيل عقلا أن يقوله أحد. فمن أوجد شيئا يعلم دال على أنه يعلم ذلك الشيء الذي أوجده. الدليل الثاني أن المخلوقات، هذا الكون الفسيح ما فيه من إبداع ودقة وانضباط وضبط والأحكام المتعلقة به والإتقان، هذا يستلزم أن من أوجد هذا الكون يعلم علما تاما ودقيقا بتفاصيله. فهذا مما يزيد إثباتا لعلم الله سبحانه وتعالى بعلم الله سبحانه في هذا الأمر. أيضا من الأدلة التي نسوقها في هذا الباب في الأدلة العقلية، إذا كان الإنسان يتصف بالعلم، المخلوق البشر وما وصل إليه اليوم وأنتم ترون من إنجازات مبهرة في جميع مناحي الحياة، في الطب، في التكنولوجيا، في الفيزياء، في كل المناحي، هذا المخلوق البسيط الضعيف وصل إلى ما وصل إليه من العلوم، ألا يدل ذلك على أن من أوجد هذا المخلوق أعلم منه وأنه من دله على ذلك؟ هذا تفهمه العقول السليمة، أما العقول المريضة فلا تتصل إلى هذا المعنى من الكمال.
فهذه أدلة عقلية سقناها فيما يصف في تعلق بعلم الله المطلق، ثم أن الله سبحانه وتعالى وأنت مسلم موقن بأن الله عالم، وهي صفة من صفات الله التي يتصف بها ويقال لها صفات الذات، لأن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات كثيرة وهي كلها صفات كمال. فهذا الكون الموجود طالما أنك تراه دل على أن له إرادة، وهذه من صفات الله، أراد أن يوجد كونا فأوجده، فلما أراد استطاع، فإنه يتصف بالقدرة سبحانه وتعالى. أنت تريد أن تفعل شيئا لكن لا تستطيع، دل على أن عندك إرادة لكن ليس عندك قدرة، لكن الله اتصف بالإرادة وبالقدرة. وهذا الكون العظيم الثقيل يستطيع الله حمله، فهو قوي سبحانه وتعالى. وسير هكذا في إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. إذن أبنائي الأعزاء، نواصل دائما محاور درسنا، فمع المحور الثاني وأنواع العلم واختصاص الله بعلم الغيب، فسنتطرق إلى أنواع الغيب. فالعلم ينقسم إلى قسمين، علم مطلق وعلم نسبي. علم مطلق هذا يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لكنه ينقسم إلى قسمين، علم لا يعلمه إلا الله، وهذا مما ذكره سبحانه وتعالى في الغيبيات الخمس. وهناك علم آخر ويسمى يطلق عليه بالعلم اللدني، وهذا من النوع العلمي الذي لا يهبه الله إلا لمن شاء من خلقه، ومثاله كما سبق عندنا علم الخضر عليه السلام، فإن الخضر كان عنده من العلم ما لم يكن عند موسى عليه السلام، وأنتم رأيتم قصة سفره مع موسى وركوب السفينة وخرقها، الاعتداء عليها الشيء وقتل الغلام، الشيء الذي لم يفهمه سيدنا موسى بل أنكره، وكان يطرح الأسئلة على الخضر حتى توقفت الرحلة بينهم. ثم العلم النسبي، وهذا العلم الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته ويتفاوتون فيه، قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، دل هذا النص على أن الله قد أعطى المخلوقات علما. وهو أيضا ينقسم إلى علم نظري وعلم تطبيقي. العلم النظري هو كل ما يتعلق بالنظريات والأداب والعلوم الشرعية وغيرها مما يظل علما يخوض فيه العلماء بالنظر. ثم علم تطبيقي، وهذا يحتاج إلى تجارب والفيزياء والهندسة والطب، هذه تحتاج إلى تطبيقات لإبراز هذه المعارف. هذا فيما يتعلق بأنواع العلم. ثم نمر بعد ذلك إلى الفرق بين علم الله وعلم المخلوقين. فعلم الله غير مسبوق بالجهل، وهذا يدل على أن علم المخلوقين يبدأ بالجهل. علم الله واسع وعلم المخلوقين محدود. علم الله أزلي وعلم المخلوقين مكتسب، فلذلك حث الله سبحانه وتعالى وحضنا على طلب العلم، قال سبحانه وتعالى اقرأ، فأول آية نزلت من كتاب الله تحثنا على طلب العلم. ثم أن علم الله علم المخلوقات يتفاوت في الشيء، تجد شخصا يعرف شيئا وآخر يعلم أكثر منه وهكذا. علم الله يشمل كل المعارف في وقت واحد، بينما معارف المخلوقين وعلمهم محدود بالزمان والمكان. إذن نستخلص من كل هذا أن أهمية هذا الدرس تتجلى في التعرف على علم الله المطلق ووجوب الإيمان به، ثم إدراك أهمية العلم ومكانة أهله بين الأمم، فمن يكتسب العلم يتصدى الريادة بينهم. أيضا نفرق بين علم الله المطلق وعلم المخلوقين، ثم أيضا ارتباط هذا الدرس بما سبق من دروس الوحدة وبما يليها من دروس. هكذا نكون إن شاء الله قد أنهينا أبنائي الأعزاء هذا الدرس، أتمنى لكم إن شاء الله أن تكونوا قد حصلتم فائدة منه، ولازلنا نصر على لزومي والبقاء في البيت، فإن فيه خير لكم وللأمة جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.